الحمد لله الحمد لله العليم الحليم الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه، تقبل الله منا ومنكم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عباد الله، اذكروا واقرعوا خطبة حجة الوداع واتبعوه لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما، خصوصا منهم الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى سائر أهل البيت والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.